فإذا قلنا الدعوة السلفية فنعني الإسلام، نعني الإسلام. سبب هذا تسمع حديث من لا يحب أن تسمع حديث التجسس على الناس. يا إخوة، نحن على خطر، نحن نعيش على خطر. من يؤمننا من هذه الأنواع من العذاب يا إخوة؟ من يؤمننا؟ الأمر خطير، جد خطير. الأمر والله خطير. ليتنا ما خلقنا ولا رأينا الدنيا، ليتنا كنا حجارة من هذه الحجار في هذه الجبال، ولا رأينا الدنيا ولا عرفناها. بينما أنت تنظر إلى هؤلاء المساكين والملائكة تصب في آذانهم الرصاص المذاب وهم يصيحون ويبكون، وإذا بك تتفاجأ بمنظر آخر. جمهور من المسلمين من الرجال والنساء قد برزوا من عصاة المسلمين، قد برزوا وقد اندلعت ألسنتهم، وألسنتهم تحولت من لحم إلى نار ملتهبة، وهم يصيحون يبكون. هذه ألسنتهم أصبحت عذابا عليهم، كل واحد يتمنى أن الله يقطع لسانه ولا يستطيع. قد أصبحت ألسنتهم قطعا من النار وهم يبكون ويصرخون ولا يجدون من يرحمهم. 50,000 سنة وهم يتضرعون. تقول من هؤلاء؟ وقد أصبح لسان كل واحد لسانين من النار، وليس من اللحم، من النار. كيف قل لي بربك عندما يصبح لسان العبد عذابا عليه لا يستطيع أن يتخلص منه، ولا يبرد عذابه ولا يهدأ عذابه، ما يدري كيف يعمل. أمر خطير. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين يدخلون بين الناس بوجوه، يدخل بين الناس بوجهين، يأتي إلى المتشاكلين والمتخاصمين، يأتي إلى هؤلاء بوجه وإلى هؤلاء بوجه، من باب التحريش. جاء عند أبي داود والبخاري في الأدب المفرد وأبي يعلى وغيرهم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له لسانان في الدنيا، من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. يا أمة محمد، أخوف ما نخاف على أنفسنا من ألسنتنا اللسان، اللسان، اللسان. يا أمة محمد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: وهل يكب الناس يوم القيامة في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. اللسان يا أمة محمد، اللسان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. اللسان، احذر من لسانك. كم من شخص يطلق للسانه العنان ولا يتورع. يا أمة الإسلام، امسكوا ألسنتكم، الأمر خطير. قل لي بربك لو نظرت إلى رجل واحد قد أصبح لسانه لسانين مقطوع نصفين في الدنيا، وهو لحم لسان لكن قد قطعوه نصفين، كيف سيكون منظره حين يندلع لسانه وهو مقطوع نصفين؟ كيف يكون منظره؟ فكيف إذا أصبح لسانه لسانين من نار، لسانين من نار، هو يبكي ويصرخ ويتوجع ويتمنى أنه ما نطق كلمة من سخط الله. يا أمة محمد، ساحة الحزن مليئة بالأهوال، مليئة بالأهوال.
ليست سهلة يا أمة الإسلام.